متابعةً من لهذا الملف أرحب بضيفي الكريم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة عبد اللطيف بروبي. مرحبا بك بروفيسور معنا. مساء الخير، تحية طيبة لكل مستمعي الصوت ومشاهدين الصورة، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم معنا بروفيسور. نتحدث اليوم بعد زيارة إلى نواكشوط الموريتانية وتوقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز التشاور بين الجزائر وموريتانيا، اليوم وزير الخارجية في زيارة إلى باماكو بمالي، نتحدث اليوم عن هذه الحركية الدبلوماسية التي ربما تنتهج عمق إفريقيا. أكيد، وعندما نتكلم عن المقاربة الجزائرية التي تغيرت نحو ماذا تفعيل منطق آخر فيما يكون هذا المنطق، أنا الآن نتكلم عن زياراتهم ببعد مرتبط بأهمية العودة للاستقرار السياسي في هذه الدول خاصة في مالي، أكثر من ذلك ببعد تنموي، لأن زيارة وزير الخارجية أحمد العطاف جاءت في تصور أنه يفعل ماذا الجهود المبذولة في تحقيق علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، وهذا هو الطرح السوي من خلال ماذا، على أن هنالك مشاريع مرتبطة بمنطقة كيدال في شمال مالي، وهذه المنطقة تاريخيا عندما تكون فيها أي اضطرابات تنادي بحركات الاستقرار وحركات انفصالية، والجزائر من خلال ماذا دعم بعض المشاريع في منطقة كيدال في شمال مالي لا تخرج من إطار تفعيل ماذا مشاريع مرتبطة بالسلكي واللاسلكي. إذا المقاربة الجزائرية نعم ننادي بمرحلة للعودة للاستقرار السياسي أكثر من ذلك ببعد تنموي، والجزائر كما هو معروف للمستمع الكريم ومشاهد الصورة أوجدت وكالة للتعاون الدولية هي الألداك، ورئيس الجمهورية من خلال الألداك ووضعها مدى رصد أكثر من مليار دولار في مدى التنمية في هذه المناطق. إذا مهم جدا متابعة هذه المشاريع في العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذه المشاريع مرتبطة بشق قوي التنموي، لأن التنمية في هذه المناطق تخلق الاستقرار، والاستقرار يؤدي إلى تجاوز المرحلة الانتقالية. صحيح، ربما بروفيسور التركيز على هذه المقاربة التنموية بعيدا ربما عن لغة السلاح، خاصة في ظل التهديدات المشتركة التي تضرب المنطقة. أكيد، الجزائر في نظرتها كما هو معروف للجميع، الجزائر نظرتها على أنها تغلب أن تكون طرف ثالث. لماذا بالمقصود بالطرف الثالث؟ أن تكون على نفس المسافة من كل المتنازعين. ونحن الآن في مالي كما هو معروف نتكلم عن المرحلة الانتقالية، والانزلاقات على المراحل الانتقالية معروفة تؤدي إلى مدى حلول عسكرية وحلول عسكرية دامية ولا تفضي بنتيجة. إذا المقاربة الجزائرية في بلوتها الدبلوماسية نحو مالي لا تخرج من الإطار على أن تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق وتجاوز المرحلة الانتقالية لا يكون إلا وفق مقاربة تنموية، وهذا هو لب القصيد. نقول وعيد لب القصيد لأن الدبلوماسية الجزائرية ليست شعار على أنها دبلوماسية اقتصادية نحو إفريقيا وفقط، ولكن من خلال مشاريع تنموية ذات بعد ثنائي. دون أن ننسى هنالك شق آخر حتى نستفيد من النقاش، على أن هنالك مدى الجزائر المسؤولة عن التنسيق في تتبع مسار المصالحة في مالي، والجزائر تريد تطبيق مدى مسار مالي منذ اتفاق الجزائر منذ 2015 والمرتبط بالمالي، ولا يخرج من إطارين لتحقيق التنمية والحفاظ، أقول وعيد الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي. مهم جدا تذكير بأهداف المسار الجزائري منذ 2015 أن نحافظ على أن نقوم بالتنمية للمنطقة تنمية لمالي، ولكن وفق منطق الحفاظ على مدى الوحدة الترابية لمالي. إذا الجزائر لها جهود ثنائية من خلال مدى لالديك وكالة عام دولي في شمال مالي وفي منطقة كيدال وفي مناطق أخرى من أفريقيا. أكثر من ذلك الجزائر تنسق على تطبيق مسار مدى المصالحة المرتبط بمسار الجزائر منذ 2015 والذي لا يخرج من إطار تجاوز المرحلة الانتقالية، أقول وعي تجاوز المرحلة الانتقالية والحلول والرجوع الى الاستقرار السياسي، لان لا يوجد تنميه الا بالاستقرار السياسي. اذا هنالك جهود مرتبطه بعلاقات ثنائيه وجهود مرتبطه بعلاقات كجزائر انها منسق في تكريس مبدا المصالحه في مالي، واقول وايد حتى نستفيد من النقاش على ان كلا الجهدين مرتبط بالعلاقات الثنائيه او بالعلاقات كمنسق لمسار الجزائر ليصب في نفس الاطار، على ان الجزائر تريد خلق استقرار سياسي في مالي وتحقيق تنميه، لان الاستقرار السياسي مهم جدا ولا يكون الا بتجاوز المرحله الانتقاليه ولا يكون الا بتحقيق التنميه والحفاظ على الوحده الترابيه لمالي. اذا هنالك مدى مقاربه لا تخرج من اطار الجزائر تبحث
كطرف وازن في المنطقة على تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية. ومثل هذه الزيارات أقول مهمة جدا لمالي حتى ندعم هذه الدولة من خلال مشاريع تنموية خاصة في منطقة كيدال وهكذا. طيب بروفيسور، المحادثات تمحورت بطبيعة الحال حول تعزيز العلاقات الجزائرية المالية وأيضا تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية. نتحدث اليوم كيف يمكن ربما أن تستفيد مالي من هذه لجنة الصداقة البرلمانية خاصة في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين؟ فعلا مهم جدا التذكير على أن إشكالية الآن في الدول التي تعرف مراحل انتقالية كما هو الآن نلاحظ في السودان ودول أخرى هي في بناء الدولة، في بناء المؤسسات. وحتى نخلق دولة قوية ونخلق بناء مؤسسي ونخلق مؤسسات شرعية وتنفيذية وقضائية قوية، وبالتالي التنسيق بين المؤسسة الشرعية في مالي والتنسيق بين المؤسسات الشرعية الموجودة في الجزائر لا يخرج من إطار على أن نقوم بتصدير تصدير للتجربة الجزائرية في الانتخاب الديمقراطي والتجربة الجزائرية في البناء المؤسساتي ومنظومة القوانين التي تخدم مدى مالي. لأن الإشكالية الآن حتى نرجع إلى الاستقرار السياسي وحتى نرجع إلى المرحلة الطبيعية والحلول السلمية يكون بتوفر أبجديات مكونات الدولة، ولا تخرج من إطار هذه المكونات من وجود بناء مؤسساتي. إذن جمعية للصداقة تتطور إلى ماذا؟ تبادل خبرات منظومة القوانين، ولما لا عملية تأهيل بين قوسين حتى المصطلح فيه نوع من الدبلوماسية. نقول على أن هناك مقاربة جزائرية لا تخرج من إطار استقرار سياسي يكون بتوفير المناخ وحاضنة لمنع مؤسسات تشريعية في مالي تكون لها توجهات معينة. لأن أقول الإشكالية الآن في المراحل الانتقالية في الدول الإفريقية أن الدولة غائبة والبناء المؤسساتي غائب، وإن غابت ماذا؟ المؤسسات الشرعية وإن غابت المؤسسات التنفيذية والقضائية، حتى وإن فكرنا في الشق التنموي يبقى محدود. أقول موعد، ولذلك المقاربة الجزائرية لا تخرج من إطار قلت وعي في بداية مداخلتي تبحث عن استقرار سياسي من خلال مدى جمعيات الصداقة، من خلال تبادل خبرات المؤسسات الشرعية، من خلال منظومة القوانين، من خلال الآليات التنظيمية، من خلال الآليات التطبيقية في الواقع. وهذا أمر مهم جدا، أقول وعيد مهم جدا، لأن الاستقرار السياسي هو توفر مؤسسات لها دور، ولا يخرج هذا الدور إلا بتوفر تجارب سابقة، والجزائر لها تجربة الحمد لله في هذا الإطار ويمكن تصديرها لهذه الدولة. إذا مهم جدا مثل هذه تبادل الخبرات، ومهم جدا تركيب الجمعيات ذات بعد صداقة ولكنها لا تخرج من إطار منظومة قوانين وآليات تطبيقية وآليات تنظيمية. أقول وعيد حتى نخلق استقرار سياسي ونسعى إلى تحقيق التنمية لا يكون إلا وفق منطق فيما يكمن على أن نستفيد من التجارب التي هي موجودة أمامنا، ومالي الآن في مرحلة انتقالية، ومالي الآن في بناء دولة، ومالي الآن في بناء مؤسسات تستفيد كثير من التجربة الجزائرية في هذا المجال. جزيل الشكر لك بروفيسور عبد اللطيف بوروبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على كل ما قدمته لنا في هذا الموضوع. ولك بالمثل، شكرا. مشاهدينا الكرام، دائما في إطار الدبلوماسية، حيث استقبل صبيحة اليوم إذن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي العقيد ملك دياو مرفوقا بمجموعة من النواب الماليين إذن الماليين الأعضاء في المجلس في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية وأفاق تعزيزها لا سيما في المجال إذن البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية وتكثيف التبادلات والزيارات تقول بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الأفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية المالية. كما تناول الطرفان دور المجلس الانتقالي في تجسيد مسار الانتقال في تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا الحالة السائدة على الصعيد الإقليمي المشترك في مواجهة التهديدات التي يشكلها انتشار آفتي الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة في المنطقة.
لا بأس أن نذكر مشاهدينا الكرام إذن أن دائما زيارة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في إطار الزيارة إلى مالي كان قد زار أمس موريتانيا تحديدا نواكشوط. أرحب إذن بضيفي الكريم خبير الأمن أحمد منصاب مباشرة يلتحق بي عبر الهاتف. مرحبا أهلا وسهلا، تحية طيبة إليك. أهلا بكم معنا أستاذ ميزاب. نتحدث اليوم ربما عن هذه الحركية الدبلوماسية التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إذا إلى أولا بداية بموريتانيا وتوقيع مذكرة التفاهم حول التشاورات أو مذكرة التفاهم فيما يخص تعزيز التشاور السياسي بين الجزائر وموريتانيا، وصولا اليوم إلى المحادثات التي جرت في باماكو بمالي. ربما اليوم كيف ترون هذه الحركية الدبلوماسية خاصة زيارة اليوم إلى مالي؟ لا، خليني أقول أولا هذه الزيارة التي تشمل منطقة الساحل أو على الأقل بلدين من منطقة الساحل موريتانيا وكذلك مالي، هي تأتي ضمن الحركية والدينامية الدبلوماسية التي تصب في إطار استراتيجية السياسة الخارجية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية للعودة القوية أولا للجزائر، وكذلك في إطار تعزيز مقاربة الأمن القومي الجزائري، باعتبار أن مختلف الملفات التي كانت في أجندة هذه الزيارة سواء كان مع موريتانيا والتي تضمنت أولا السير أو التأكيد على إرادة السيد رئيس الجمهورية وكذلك نظيره الموريتاني في إطار التوجه بالعلاقات الثنائية نحو علاقات استراتيجية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك على مستويات مختلفة سواء كان سياسية من خلال التمثيليات والمنظمات الدولية التي تتواجد فيها الجزائر و دولة موريتانيا، بالإضافة كذلك إلى تعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادي وكذلك التجاري من خلال فتح المعبر الحدودي تندوف ومع موريتانيا، وكذلك بعث المشاريع التنموية في هذا السياق سواء كان المشروع الاستراتيجي المتعلق بتعبيد الطريق تندوف زويرات، وكذلك تكفل الجزائر ببناء المعبر الحدودي بمقاييس عالمية سواء كان في الجانب الجزائري وحتى كذلك في الجانب الموريتاني، مع كذلك أخذ بعين الاعتبار التوجسات وكذلك التحديات المتعلقة بالجانب الأمني في ظل انهيار الوضع الأمني في المنطقة، في ظل كذلك المناورات وكذلك المشاكسات التي تمارسها نظام المخزن المغربي على الأراضي الصحراوية وعلى كذلك الحدود المتاخمة لموريتانيا. بالتالي أعتقد بأن هذه الزيارة هي تعتبر مهمة باعتبار أنها ركزت على مختلف النقاط والملفات الجوهرية وتعزيز هذه الأجندة من خلال اللجان التنسيق المشتركة وكذلك تفعيل الآليات العملية من أجل التسريع في تنفيذ مختلف ما تم الاتفاق عليه بين الطرف الجزائري وكذلك الموريتاني خاصة على مستوى القادة. بالنسبة لمالي، ندرك جيدا أهمية البالغة للملف المالي بالنسبة للجزائر سواء كان على مستوى تعزيز التعاون وكذلك التنسيق وحتى كذلك التركيز على الجهود في مجال المشاريع التنموية، وهي الملفات التي تم مناقشتها في كثير من اللقاءات وكذلك اللجان وتم تفصيلها وتم تكليف الوكالة الدولية الجزائرية للتعاون والتضامن الدولي من أجل القيام بعملية تنفيذها. من ناحية ثانية كذلك الجانب التوجسات الأمنية في ظل تصاعد التهديد الإرهابي في المنطقة يكتسي أهمية بالغة في إطار الحوار والنقاش، ناهيك كذلك على إثناء الأطراف الدولية على الجهود التي قامت بها الجزائر من خلال اتفاق الجزائر ما بين الأطراف المالية وضرورة تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، وبالتالي الجزائر تتحرك في هذا السياق بموجب هذه الإشادة والمطالب الدولية خاصة الأمم المتحدة التي طالبت بضرورة التفعيل والتنفيذ وأن تعمل الجزائر على متابعة هذا الملف. بالتالي
أعتقد بأن هذه الحركة الدبلوماسية هي تأتي في سياق مهم، سواء كان من حيث التوقيت، سواء كان من حيث ما تضمنته من ملفات وكذلك محاور تعتبر استراتيجية وأساسية، تؤكد عودة الجزائر، تؤكد كذلك اهتمام الجزائر بمقاربة السلم والتنمية في المنطقة، وكذلك مقاربة العلاقات متعددة الأطراف التي تسهم بشكل كبير جدا في أولا تذليل العقبات، في مواجهة التحديات، وفي تنسيق الجهود الإقليمية من أجل مواجهة مختلف التحديات على مستويات مختلفة، سواء كانت أمنية، سواء كانت كذلك اقتصادية أو حتى كذلك سياسية، وبدليل أن الجزائر أكدت من خلال هذه الزيارة على احترام الأجندة التي أقرت الأطراف المالية في إطار المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى ضرورة تثبيت مسار سياسي يسمح بوجود مؤسسات تسعى إلى العمل على احتواء الأوضاع وكذلك التوجه بمالي إلى مرحلة السلم وكذلك الاستقرار. وأعتقد بأن مختلف الفاعلين في الساحة المالية الذين حضروا هذه اللقاءات بمختلفها هي تؤكد انخراط الأطراف المالية، سواء كان التي كانت معنية بالأزمة أو معنية باتفاق الجزائر أو حتى كذلك في السلطات المركزية، بمعنى أننا نسير بوتيرة إيجابية، بوتيرة كذلك منتظمة في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بالسلم والاستقرار، وكذلك الدعم والمرافقة وتعزيز كذلك العلاقات الثنائية ما بين دول المنطقة. جزيل الشكر لك أحمد مصاب الخبير الأمني على كل هذه التوضيحات والشروحات القيمة التي وفيتنا بها. شكرا. في ملفنا للنقاش.